السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة سادة الأكارم المشاهدين. من جديد نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج العلمي التربوي، برنامج عين العلم. اليوم حلقتنا راح تحمل عنوان مسلسل الاعتداءات. يجوز البعض يستغرب من هذا العنوان، لكن أنا أريد أوضح نقطة بسيطة جدا قبل ما ندخل في تفاصيل عنوان الحلقة وبمحاور الحلقة لهذا اليوم من برنامج عين العلم. الاعتداءات اللي نقصد بها بحق الطرفين، بحق الطلبة من قبل المعلمين والأساتذة، بما أنه إحنا اليوم في عطلة نصف السنة، وإن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة راح تبلش النصف الثاني من السنة، راح يبدأ وبالتالي تبدأ العملية التعليمية والمسيرة التعليمية تبدأ بالاستئناف. وكذلك الحال بنفس السياق بما يخص الاعتداءات على الكوادر التدريسية من قبل الطلبة وأهالي الطلبة وأولياء أمورهم، لأنه إحنا وصلنا للأسف إلى مرحلة جدا عقيمة، لأنه لا برلمان لما يشرع قانون ينص على يعني تسليط أقصى العقوبات بحق اللي يعتدون على الكوادر التدريسية والتعليمية، وحتى لما يصدر هذا القانون ما يطبق على أرض الواقع، والدليل قرأ هذا القانون لكنه لم يطبق بشكل صحيح في كل المراكز التعليمية والتدريسية والتربوية. وأنا أعتقد قبل كم يوم لما طالب دراسات عليا ماجستير في إحدى الجامعات العراقية فخخ جدر دولمة وفوت على واحدة من الأساتذة الجامعيات، فهذا اعتداء لو ما اعتداء؟ لما يصير اعتداء يصل إلى مراحل جدا عميقة، تصل إلى مرحلة القتل. سابقا كان الاعتداء مجرد لفظي، مجرد حركة يجوز يسويها الطالب في واحد من الصفوف وتقوم الدنيا ولن تقعد، مباشرة تشكل لجان ومديرية التربية الخاصة في هذه المحافظة، ومشاكل كثيرة تحدث بحق الطالب بحيث يكون عبرة لبقية الطلبة. وبنفس الوقت ما من حق المعلم أو المدرس أو حتى الأستاذ الجامعي أنه يتجاوز على طالب بدرجة عالية من التجاوز، لكل شيء حدود. يجوز التربية تكون متلازمة جدا مع عملية يعني تربية الطلبة بالنسبة للتلاميذ خلال المرحلة الابتدائية وخلال المرحلة الإعدادية وحتى وصولهم إلى المرحلة الجامعية، لكن العقاب بكثير من الأنواع. احنا راح ندخل بموضوع مسلسل الاعتداءات ومثل ما عودناكم بفقرة أخبار عين العلم، لكن بعد ما نطلع بفاصل قصير وبعد إن شاء الله نستأنف الحلقة لهذا اليوم. كونوا قريبا. من جديد حياكم الله سادة الأكارم، وأهلا بكم إلى تكملة حلقة برنامج عين العلم لهذا اليوم واللي تحمل عنوان مسلسل الاعتداءات. قبل الفاصل تحدثت عن سبب اختيارنا لهذا الموضوع، هو بسبب المناشدات الكثيرة اللي وصلتنا من الطرفين، من طرف الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من طرف الأساتذة. لكن اليوم الحلقة مخصصة بما يخص الاعتداءات على الكوادر التدريسية والتعليمية والتربوية بسبب ارتفاع هذه الظاهرة، اللي قد تكون في وقت سابق يجوز تكون موجودة لكن بحالات ما تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لكن بالفترة الأخيرة تجاوزت إلى العشرات من هذه الحالات وبكل المحافظات العراقية. والأدهى والأمر والأغرب من هذا كله هو أنها تحدث في مجتمعات عشائرية، وتحدث أقوام وتحدث فصول عشائرية ومشاكل، وقد تحدث إلى خلافات تتطور إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وحتى المتوسطة بين العشائر، سواء كان في المحافظات الغربية أو محافظات الوسط والجنوب. ننتقل مثل ما عودناكم سادة الأكارم إلى فقرة أخبار عين العلم، والخبر الأول من فقرة أخبار عين العلم يتحدث عن مدارس تربية محافظة نينوى شمالي العراق بعد تحريرها من سيطرة التنظيم. فاليوم يتم تجهيز مدرسة سيناء بأيمن الموصل، طبعا مدرسة سيناء للبنين بأيمن الموصل، بعشر كرفانات.
حيث أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى عن تجهيز مدرسة سيناء للبنين في حي الصحة بأيمن الموصل بعشر كرفانات بالتعاون مع الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية، وذلك للمساهمة في إعادة استقرار العملية التعليمية والتربوية في نينوى ولفك الزخم الحاصل في ازدياد عدد الطلبة المسجلين والمتقدمين للدراسة في مدارس أيمن الموصل. إن الحملة ستستمر لحين الانتهاء من مشروع 100 صف كرفاني متكامل مع الرحلات والسبورات وأجهزة التكييف والمقدمة من قبل بعض الدول الشقيقة لدعم العملية التربوية والتعليمية في العراق. إذن اليوم مدارس أيمن الموصل تعاود استئناف عملها من جديد. طبعا هذه الفقرة هي أبرز الأحداث والأخبار والقرارات اللي صدرت من وزارة التربية ووزارة التعليم، والأحداث اللي صدرت بحق هذه المؤسستين خلال الأسبوع المنصرم. بدايتنا كانت من محافظة نينوى شمالي العراق وتجهيز المدارس بكارفانات. جزء احنا يعني بعض الأحيان ننتقد أنه المدارس تحول من بنايات شاهقة بطوابق متعددة وبمرافق عديدة بالنسبة للطلبة، تخص صالات التدريب وصالات العملي والمختبرات وأجهزة الرياضة وغيرها وغيرها من الأمور الأخرى اللي هي تعتبر ملحقة بالبناية المدرسية. لكن مثل ما يقول المثل أنه العافية درجات. اليوم احنا في محافظة نينوى بعد ما تحررت كانت مهدمة بدرجة كبيرة، واليوم يتم إعادة بنائها وتأهيلها من جديد بما يخص المدارس هناك. الخبر الثاني في فقرة أخبار عين العلم يتحدث أيضا من محافظة نينوى، وتحديدا القيام بإعادة تفعيل قانون التغذية المدرسية. فخبرنا يحمل عنوان التغذية السليمة أساس للعقل السليم، تطبيق مشروع التغذية المدرسية في أيمن الموصل، حيث أطلقت وزارة التربية مشروع التغذية المدرسية في مدارس أيمن الموصل ولمدة 70 يوم. هدف المشروع هو لضمان حصول الطالب على برنامج غذائي متكامل من أجل تنمية الإدراك والقدرات لديهم. تم تسجيل أعداد المدارس والشعب وأعداد التلاميذ والكوادر التربوية في كل مدرسة، ليتم تشكيل لجنة استلام السلات الغذائية وتوزيعها على التلاميذ بشكل يومي بعد إشراك الكوادر التربوية في دورات تبين أهمية برنامج التغذية المدرسية. طبعا هذا البرنامج كان مطبق سابقا في كل مدارس العراق، لكن بسبب الأزمات وبسبب الاحتلال بعد عام 2003 ألغي هذا النظام، والأزمات المالية اللي توالت على العراق بحيث بدأ الطالب ما يبحث عن تغذية مدرسية، يبحث عن رحلة حتى يقعد بيها، يبحث عن صف حتى يقاوي هو وزملائه ويتلقون المعلومات والمقررات الدراسية، يبحثون عن مدرسة بنظام أحادي أو حتى ثنائي بأضعف الإيمان. لكن للأسف وصلنا إلى دوامات ثلاثية ورباعية، بحيث المدرس والطالب والتلميذ دوامهم لمدة 2.5 ساعة إذا مو أقل باليوم الواحد. فاليوم يتم العودة بدرجات، ويتم تفعيل برنامج التغذية السليمة وكأنه كتجربة لمدة 70 يوم حتى يشوفون تأثير هذا الموضوع، وإن شاء الله تمر سلامات. لأنه إحنا لما نتعامل مع غذاء أكو هواي ناس ما يخافون الله، لازم التربية تحط عينها على هذا الموضوع، لأنه إحنا قاعد ننطي غذاء لأطفال يجوز تكون مناعتهم ضعيفة، يجوز يتعرضون إلى كثير من حالات التسمم، والله ليستر. الخبر الثالث في فقرة أخبار عين العلم، مدرستنا بيتنا، هذه الحملة التي أطلقت لإعمار المدارس العراقية اليوم توسعت لتشمل محافظة واسط، حيث شاركت مدرسة الألباب ضمن تربية واسط قسم تربية العزيزية في الحملة الوطنية الكبرى مدرستنا بيتنا لإعادة التأهيل وترميم المدارس، حيث تم إعادة تأهيل بناية المدرسة وصبغها بشكل جميل ورائع مع إضافة الرسوم التربوية الهادفة على جدرانها. يذكر أن التربية أعادت ترميم 5 مدارس في كربلاء والقادسية وديالة ضمن مشروع مدرستنا بيتنا. هذه الصور اللي موجودة، المدارس كيف كانت وكيف أصبحت. رجع لي زميل المخرج، جزء هي هذه الأمور يعني شكلية
لكن انتم ما تعرفون تأثيرها النفسي على الطالب لما يدخل إلى مدرسة ويشاهد جدرانها نظيفة، يشاهد أرضيتها ملائمة للسير، ملائمة للمشاهد، الرؤية تتوضح عنده، بالتالي راح تأثر هذه الشكليات وهذه الأكسسواريز أو الأكسسوارات على نفسية الطالب بتلقي المعلومة، ويحس فعلا أنه المدرسة بيت الثاني، لأنه لما يدخل إلى مدرسة حاطها مليء بالشخابيط ومليء بالعبارات غير اللائقة ومليء بالأمور السلبية الكثيرة، راح تأثر طبيعي على نفسيته وتصبح حالة طبيعية في حياته، لدرجة لما يشوف هذه المشاهد في الشوارع يعتبرها حالة طبيعية، لكن لما يشوف مدرسته اللي المفروض أنه يقضي وقته، أغلب وقته خلال 6 أو 7 ساعات باليوم في هذه البناية، يشوفها نظيفة وعليها عبارات على جدرانها، عبارات هادفة، أكيد راح تأثر على نفسية الطالب. وإحنا اليوم بصدد بناء جيل جديد بعيد عن الحروب، بعيد عن الأقوام، بعيد عن المشاكل، بعيد عن الحالات النفسية الصعبة، بعيد عن التشنجات اللي قاعدة تصير بين شبابنا بهذه الأيام، لدرجة أنه الشاب ما يتحمل كلمة من زميلة أو صديقة وبأبسط الظروف. خبر الرابع في فقرة أخبار عين العلم، واللي دائما نحن ننوه عليها، أنه القوانين لما تصدر من وزارة التربية أو من وزارة التعليم تتعارض للأسف مع قوانين سابقة وتسبب لنا مشاكل ولبس ودوخة رأس بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم، وحتى بالنسبة للقائمين على تنفيذ هذه القوانين. فالخبر الرابع في فقرة أخبار عين العلم، تعارض قانون تعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام مع القوانين العراقية الأخرى الخاصة بتعيين الأوائل، حيث أكدت وزارة التعليم تعارض قانون تعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام مع القوانين العراقية الأخرى الخاصة بتعيين الأوائل، كقانون تعيين خريجين العشرة الأوائل على كليات الطب البيطري وقانون تعيين 20 من الربع الأول في المجموعات الطبية. طبعا هذا هو الكتاب الرسمي اللي صدر من قسم الشؤون القانونية شعبة الاستشارات القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا الكتاب اللي بوقتها وزارة التعليم خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحديدا الدائرة القانونية حول إصدارها لقوانين تشغيل الطلبة الأوائل، وذكرت أنه يتعارض مع تشغيل الطلبة الأوائل في اللي هم خريجين المجموعة الطبية تحديدا الطب البيطري، فالمفروض أنه يعينون 20 من الربع الأول في المجموعة الطبية من الطب البيطري، لكن قانون تشغيل الطلبة الثلاثة الأوائل ضرب القانون الأول وبالتالي صار لبس، وبالحالتين لا الثلاثة الأوائل تعينوا ولا 20 من الربع الأول تعينوا، ولا حتى سهلت لهم الأمور والفرص حتى يروحون يكملون دراسات. كانوا موعودين بتعيين، وهذا الكلام من عندنا، هذا الكلام من الطلبة الأوائل، كانوا موعودين بتعيين بعد صدور الأمر الوزاري الخاص بتخرجهم، لكن للأسف عدت السنة واليوم السنة الثانية دخلوا بيها، ولا هم اللي محصلين تعيين ولا هم اللي مفتوحة لهم الفرص حتى يكملون دراسات عليا، لأنه أي طالب اليوم، أي شاب خريج أو خريجة، لما تجي تسأل تقول له أيه الأفضل أنه تتجه إلى التعيين لو تكمل دراسات عليا، يقول لك لا أنا أريد أتعين، لأنه ظروف جدا صعبة، والظروف اللي شفناها في وقت سابق أيضا صعبة، فبالتالي أنا أفضل التعيين، أما دراسات فيتجيني حتما بعد 2 أو 3 سنوات من الخدمة، وأكيد الكلية أو القسم أو الجامعة هي اللي راح ترشحني لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه لما أقدم على دراسات عليا. فاليوم بسبب هذه القوانين اللي تصدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لما يصوت عليها برلمان عراقي، لما تصدر من وزارة التربية أو من وزارة التعليم، الطالب العراقي يكون في لبس وبمشكلة، لأنه ما يعرف أنه على يا قانون يستند إلحاقا بأي كتاب يستند. الكتاب الوزاري اللي صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقول لازم أنا أعين أو أشغل الطلبة الثلاثة الأوائل، أما بالنسبة للقانون السابق اللي هو حسب يعني قرار مجلس قيادة الثورة المنحال رقم 355 لسنة 76 اللي هو يقول تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين 20 من الربع الأول من خريجي كليات المجموعة الطبية، يعني 20 طالب من الربع الأول لازم يعينهم، هو مخول بهذا الموضوع وزير التعليم العالي،
لكن بالنسبة للقرار اللي صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللي صادقت عليه رئاسة الجمهورية وصادق عليه البرلمان وواجب عليه أنه ينفذ، ضرب القانون الأول. فبالتالي اليوم الطلاب يصدرون التساؤلات ويقولون احنا على اي قانون نستند. وحتى بالنسبة للدوائر القانونية الموجودة في الجامعات والدوائر العراقية ما يعرفون على اي كتاب يستندون. فهذا الكتاب اللي صدر من وزارة التعليم واللي هو أصلا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإحنا أيضا من هذا المنبر بصدد الانتظار بالرد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول هذا القرار. الخبر الخامس والأخير من فقرة أخبار عين العلم واللي هو أيضا من صادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 100 بعثة خارج العراق للحصول على شهادة الدكتوراه مباشرة دون المرور بالماجستير، وهذه حقيقة نوه عليها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فيديو مصور بلقاء على إحدى القنوات الفضائية، إذا يعرض لي زميل المخرج حتى نسمع سويا وبعد نقرأ تفاصيل الخبر. بعد ما تشاورنا مع الملحقيات في كندا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي أستراليا، ما هي التخصصات النادرة، ما هي التخصصات الحديثة اللي ممكن، فوصلتنا تقريبا بحدود 360 تخصص. كذلك سألنا أنه الجامعات العراقية ماذا تحتاجون من التخصصات النادرة، حقيقة هم كان الجواب، فلذلك أطلقنا 100 بعثة. إذن إطلاق 100 بعثة أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية خارج العراق تحديدا للاختصاصات النادرة للحصول على شهادة الدكتوراه مباشرة دون المرور بالماجستير. هذه الخطوة هي من أجل حصول الطالب على كورسات أو معلومات مكثفة خلال كورسين وخلال الفترة الزمنية ما تتجاوز السنة الواحدة، حتى يكون تدريسي في الجامعات العراقية بعد ما يرجع بعد 6 سنوات وبصفة باحث في نفس الوقت. وهذه خطوة أيضا حسب اتصالنا ببعض الأشخاص المعنيين بالوزارة، الغرض من هذا الموضوع بعد ما أثار كثير من التساؤلات هو لتقليل التكاليف المادية على الدولة العراقية بظل وجود التقشف والأزمة المالية. ليش؟ لأنه كثير من الطلاب بعثوا أو ابتعثوا إلى دول خارج العراق، وبعد ما درسوا الكورسات بالامتحان فشلوا بالامتحان وترقن قيدهم ورجعوا، وراحت التكاليف كلها اللي صرفتها الدولة أو حتى المبالغ اللي تحملتها وزارة التعليم أو الجامعات الخاصة بالطلبة المبتعثين. فكان الصدد أنه إصدار مثل هكذا قرار 100 بعثة للحصول على شهادة الدكتوراه مباشرة دون المرور بالماجستير، وكان لها صدد يعني بهذا الصدد كان لها صدى واسع حقيقة في الأوساط التعليمية والتربوية والعلمية في الجامعات العراقية وكثير من التساؤلات. فجاوب عليها السيد وزير التعليم بأنه حتى يكون الطالب مؤهل لأن يكون تدريسي وبصفة باحث في نفس الوقت، وبذات الوقت أني أقلل النفقات المالية اللي تصرفها الوزارة على هذا الطالب بعد فشل كثير من الطلاب. وحقيقة أنا أريد أسأل، يعني أنا لما أدز طالب ويجوز عندي يقين على أنه هو ما يتجاوز أو ما يجتاز الامتحان اللي هو مكلف به، امتحان الكفاءة أو امتحان الشامل أو حتى الامتحانات التنافسية، من البداية ما أرشح، لأنه أنا يعني مفروض عندي مقاييس وحتى هنا تشتغل الواسطة. بعد الفاصل نلتقي. البرقة هي هو محل دكان بلبن رمان بسكت حلويات وأجبان وعشبي برتقال وخس. الشباب من يشتري يجي دايوغا في هذا صاحب الحوض. شكي بابا أخير أخير صدر حبيب أول روح البيت بابا شكي برتقالة تأمر صاحب حبيب بابا هذا شكرا فاهمي أخير بابا حبيب روح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شوفوا شو سلم الحبا شدي بابا رمان نسكينو صح تؤمر تؤمر ها كيلو ها
عدل بالميزان، لأن الله يريد العدل في الميزان في رواده، ترى الله يدخل الجنة باللي يعدل بالميزان ويخدم مرضنا ويحمي بلادنا، كمان ولا تخيل كيف؟ بس كيلو كمان الناقة إن شاء الله هسه سليم على باب نوعون، شكراً خلاص. أنا أسامة كل وقتها بس كنت صار حبيبي بس كنت صار باباي هل شكراً خلاص عليكم السلام ورحمة الله صار بقوة بس كنت واحد حبيبي يا بابا هاي شكراً باباي الله يا شكراً حبيبي خلاص باباي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عصير صار تؤمر تؤمر ممنون شكراً لك نبي بقار نبي يقول لدينا لبن لدينا لبن لدينا رمان لدينا رمان كم بأت هذا الولد بأت التلميذ بأت رمان لدينا مثلا لدينا رمان بي حتى تبقى عليها حبيب بابا شو بابا الأولية أول الكلمة الوسطية جديد حياكم الله. إذن قبل كل شيء أنا أحب أعلق على المشهد المصور اللي ظهر قبل لحظات على حضراتكم الكرام، هو لأحد الأساتذة أو أحد المعلمين في إحدى المدارس في واحدة من المحافظات العراقية. يجوز البعض يسأل يقول لك ليش لابس هذا الزي اللي هو الدشداشة والشراوية وما إلى ذلك. اليوم إحنا بأمس الحاجة إلى مثل هؤلاء المعلمين. يجوز هذا الصف ما يتوفر بالمدارس الكرفانية أو بالكرفانات اليوم تجهز إلى تربية نينا، ولكن احنا ذكرنا ببداية كلامنا بأنه العافية درجات. اليوم أنا بأمس الحاجة إلى مثل هؤلاء المعلمين والمدرسين الأفاضل اللي هم يمثلوا لك الحالة وكأنها مسرحية وصالة عرض إلى الطالب أو التلميذ، بحيث تبقى المعلومات اللي يتلقاها مترسخة وراسخة في دماغه. بعد حين لما يجي الطالب ويكبر ويجوز يصير برلماني، يجوز يصير مدرس، يجوز يصير طبيب أو مهندس أو أي صفة من صفات اللي هي مكونة لهذا المجتمع العراقي، يتذكر هذا المعلم، يتذكر هذا المدرس، ويتذكر كيفية التعامل معه. أنا أجزم بأنه هذا المعلم يجوز ما يعرف أسماء الطلاب، لكن يعاملهم كلهم على أساس أنه هم أبناء، على أساس أنه هم ولده، فيعاملهم بالعين وأغاتي حتى يخلق من عندهم إنسان. بعد فترة هذا الطبع اللي شافه التلميذ أو الطالب يمارسه قدامه، يمارسه مع الناس الآخرين. حتى نخلق إنسان يجب أنه نتعامل ويا البذرة الأساسية لهذا الإنسان، لكن لما احنا نتعامل مع الطالب بالعودة والعصي والكيبل واللسان اللي هو
غير لائق والمسبة والتجاوز والصوت العالي، راح أخلق من هذا التلميذ أو الطالب حالة سلبية في المجتمع. أنا مو واعظ حتى أتكلم هذا الكلام، لكن هذا الواقع. أنت حتى تتحدث ويا شخص فلازم يكون الجزاء من جنس العمل. تتكلم ويا بطيب تزرع طيب. الطفل أو التلميذ لما تتعامل ويا بطيب دائمي راح يطلع طالب طيب لما يدخل إلى المرحلة الجامعية، وراح يتذكر الحكم والموعظة والمعلومات اللي تلقاها من هذا الأستاذ. يجوز المشاهد التمثيلية البعض ينتقدها ويسخر من عندها، اللي هم خارج السلك التعليمي أو حتى في داخل السلك التعليمي، يقول لك أنا ما أتعب نفسي وأروح أجيب رمان وأجيب ميزان وأتكلم ويا الطلاب والتلاميذ على أنه العدل أساس كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالعدل، ولا يعني تتعاملون بالميزان بقلة أو بكثرة، دائما أنطي من حقك للآخرين حتى يرجع لك بخير، وهذه الأمور الأخرى، وأصرف أجيب لبن وأجيب رمان وأجيب حليب وأجيب أمور كثيرة وأعرضها كمشهد تمثيلي للتلاميذ والطلاب، وأصرف من جيبي والدولة ما منطيتني، يجوز أني أخسر، لكن أنا قاعد أكسب أجر أنه قاعد أخلق يعني فئة من الشباب الصالحين اللي راح يبقون متذكرين هذه الحالة. احنا بحاجة الى هكذا معلمين ومدرسين، احنا بحاجة الى هكذا صفوف. يمكن شاهدت الصفوف اللي موجودة، كل 4-5 طلاب او 6 طلاب موجودين على ميز وكراسي. هذه المشاهد ما تلقاها لا بالمدارس الكرفانية، ولا تلقاها بمدارس النازحين، ولا بالمدارس المؤقتة اللي اليوم قاعد تبنى بشكل جاهز مباشرة، يجي المقاول ياخذ تندرات او المبالغ المالية الطائلة من الدولة ويبني لك مدرسة بعد 4-5 سنوات توقع وتنهار. هذه القاعات احنا بحاجة إلها تكون انه جاهزة ومهيئة للدروس العملية. احنا اليوم بحاجة الى دروس عملية يتلقاها الطالب، كافي نعتمد على الورقة ونخلي الطالب انه يقرأ لأجل الامتحان، وبعد ما يخلص الامتحان ينسى الأول والتالي وما يعرف أي معلومة أخذها لما ينتقل من صف إلى صف آخر أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى. فإحنا اليوم بحاجة إلى هكذا صفوف، بحاجة إلى هكذا معلمين ومدرسين، بحاجة إلى هكذا مدارس، بحاجة إلى هكذا أسلوب حتى نخلق جيل واعي بعيد عن المشاحنات، بعيد عن النعرات الطائفية، بعيد عن التشنجات، مليء بالطيبة، مليء بالمعلومات الحقيقية والصحيحة واللي هي من أرض الواقع، حتى تبقى راسخة وما تذهب مع الزمن بأول هبة ريح. كل القوانين اللي موجودة في كل بلد أساسها برلمان، أساسها أشخاص يعرفون يتخذون القرارات ويصوتون عليها، وواجب على هذه القرارات أن تكون أو أن تصب في خدمة الناس وفي خدمة المجتمع، لأنه البرلمان وجد لراحة الناس أو لراحة المجتمع، وهو ممثل عن المجتمع وممثل عن الناس. والدليل أن اليوم برلمان العراقي، كل برلماني تلقاه ممثل عن فئة أو عن عشيرة أو عن محافظة أو عن مدينة أو عن قرية وما إلى ذلك. فكل قرار يتخذ يجب أن يكون في خدمة الناس، لكن لما البرلماني يتخذ قرار وما يتصوت عليه ولا حتى ينقري، وحتى لو صوتوا عليه ما يتم تنفيذه من قبل الجهات التنفيذية، هذه مصيبة، معناته احنا ليسنا بحاجة الى برلمان اصلا. ولما يكون البرلمان يدخل بالاربع سنوات حتى فقط يستفاد، فاحنا مو بحاجة الى ناس ياخذون قوت الناس وما يبحثون عن هموم الناس. نذكركم بمعلومة، البرلمان العراقي يجوز بالجيل اللي هم جيل التسعينات ما يدرون شنو يعني برلمان، ولا انه هذه الحالة هي جت بعد عام 2003. لا، البرلمان هو موجود منذ تأسيس الدولة العراقية، فئة من الناس لكن التسميات اختلفت. انا اريد اذكر البرلمان العراقي وارجع شوية بالتاريخ مع الشعب العراقي، اذا يعرض ليها زميل المخرج. البرلمان العراقي سنة 1927 شنو كانت مميزاته؟ اولا يستلم النائب راتب يعادل ما يستلمه مدير مدرسة ابتدائية بذلك الوقت. اثنيا يتم قطع الراتب بعد انتهاء الدورة البرلمانية وهو غير مشمول بالتقاعد
ويعود لمزاولة عمله السابق بعد انتهاء الدورة البرلمانية. 3 لا يتمتع النائب بأي حماية وله الحق بحمل السلاح دون امتلاكه. 4 يتم رفع الحصانة عن النائب ومحاكمته خلال أسبوع في حالة ثبوت ولاء لدولة أخرى. 5 ليس من حق النائب شراء أي عقار أو العمل بالاستثمار طوال فترة عمله بالبرلمان. 6 يمنع النائب من السفر دون عمل رسمي خلال فترة وجوده بالبرلمان. 7 في حالة غياب النائب بما مجموعة 5 جلسات بدون عذر رسمي يتم فصله من البرلمان. خلينا نرجع لنقطة واحدة أو نقطة وباختصار شديد، النائب اليوم راتب كم مدير مدرسة يستلم؟ هذه النقطة الأولى. ارجع عرض ليها زميل المخرج حتى الناس تتابع في كل نقطة احنا قاعد نتكلم على شنو. النقطة الأولى اللي هو لازم يستلم راتب مدير مدرسة، اليوم النائب كم راتب لكم مدير مدرسة يستلم؟ وهل أنه راتبه ينقطع بعد انتهاء الدورة البرلمانية؟ هاي النقطة الثانية. لا يتمتع بامتيازات وتبقى الجكسارات والحماية وبيته بالمنطقة الخضراء وكل امتيازاته وكأنه لا يزال يمارس الدورة البرلمانية. وأرجعوا على النواب من عام 2003 هم كانوا برلمانيين ولحد هذه اللحظة هم يتمتعون بكل الامتيازات اللي يتمتعون بها النواب الحاليين. لا يتمتع النائب بحماية، لا، اليوم النواب كلهم عندهم نفس الحماية ويحملون السلاح وجوز الأسلحة ما يمتلكها حتى أفراد الجيش العراقي. أما بالنسبة لموضوع الحصانة فكل النواب حصانتهم أول ما يدخل للبرلمان الحد ما يطلع أو الحد ما يدخل بقبره هو عند الحصانة. أما بالنسبة للنقطة الأخرى، ما من حق لأي نائب أنه يمتلك عقار أو يشتري عقار خلال فترة وجوده بالبرلمان. يوم يرجع العقارات اللي موجودة في إقليم كردستان وفي تركيا وفي السعودية وفي إيران وفي دول كثيرة حتى في جزر المالديف عندهم عقارات وما نعرف منين جتي. أما بالنسبة لقانون من أين لك هذا فهو حبر على ورق، وهذا الكلام مو من عندنا، هذا من كلام الشارع العراقي. أما بالنسبة للنقطة الأخرى اللي هي النقطة 6، يمنع النائب من السفر دون عمل رسمي. تدرون اليوم عندنا نواب كملوا براس البرلمان ماجستير ودكتوراه هو خارج العراق؟ تدرون أكو عندنا نواب أصلا الشعب العراقي ما يعرف أسماءهم شنو؟ أما بالنسبة للنقطة 7، في حالة غياب النائب بما مجموعة 5 جلسات، عدى النواب من انتخب كبرلماني والحد هذه اللحظة وما يدري أصلا ش كم مقعد موجود بالبرلمان وش كم قراءة تم قراءتها. والسيد سليم الجبوري جوز يسمع ويعرف دائما أنه يريد يصدر قرار فصل بحق عدد من النواب، مباشرة تشتغل الواسطات والمحسوبية والعشائرية وحتى المناطقية بأنه كمضايقات بالعذول عن هذا القرار وعدم فصل. والدليل ما شفنا لحد هذه اللحظة برلمان انفصل. هل أنه هذا يعني أنه كلهم ما عندهم غيابات وبواقع 5 جلسات؟ ألتقيكم مرة شوية. موضوع الاعتداءات سادة الأكارم على الكوادر التدريسية والتعليمية والتربوية في كل المحافظات العراقية بدأ يصير. يجوز صار بحالات قليلة في بغداد لكن تطور في الأنبار وتطور بعد أكثر في ديالة وكبر بشكل واسع في بابل وتوسع في البصرة وتطور إلى مشاكل عشائرية ونزاعات. وفي كل المحافظات العراقية أصبح الاعتداء على المدرس حالة طبيعية جدا. ليش؟ لأنه لحد هذه اللحظة ماكو قرار يمنع الاعتداء على هذا الشخص اللي ظهر قبل شوية بالمشهد الفيديوي كيف يعلم الطلاب وكيف يرشدهم إلى الطريق الصحيح وكيف ينطيهم المعلومات. اليوم وجهتنا إلى محافظة بابل والزميل سجاد الخفاجي واللي رصد بعض الحالات لاعتداء على كوادر تدريسية وتعليمية وتربوية وعدلنا هذا التقرير. خلي نشوفه وراجع لكم. منذ كنا صغارا تألقت في داخلنا شمعة اسمها المعلم، تذوب احتراقا كي نتعلم ويكون بأيدينا سلاح من قلم. مرت السنوات وكبرنا وكبر معنا ذاك المثل وتلك القدوة، لكن اليوم
ضاعت قيم من الأجيال الناشئة، وبدأ يتطاول ويعتدي هو وأهله على من كاد أن يكون رسولا. الاعتداءات وصلت إلى 10 تجاوزات على مؤسساتنا على المعلمين، تجاوز في متوسطة الأصيل، وتجاوز في مدرسة القبس، وفي ثانوية المسيب، وفي ثانوية حلب، وفي ثانوية الطاف، وفي ثانوية المسيب، ومدرسة الإيثار المآثر الإيثار العفو الابتدائية للبنات. رسالتنا نوصلها أولا إلى مجلس النواب العراقي للإسراع بسن قانون حماية المعلم، لأنه اليوم نحن بحاجة ماسة إلى هذا القانون. هذه الظواهر حقيقة ظواهر غريبة عن مجتمعنا وعن ثقافتنا. طالما كان المعلم سابقا معلم له مكانة اجتماعية عالية وله درجة مرموقة ومحترم، ولكن للأسف نجد الآن أنه في المجتمع ظواهر بدأت تسيء إلى هذه المكانة، وإلى المعلم وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب أحيانا والدخول المدرسة وانتهاك حرمتها. للأسف نجد أنه هذا الموضوع يقوم من بعض أولياء الأمور ومن ذوي الأبناء. إذا كان هناك دور كبير لأولياء الأمور، إحنا نركز على أولياء الأمور في احترام وتقدير وإسادة الثقافة بالمجتمع لاحترام الأكبر منك أو المعلم. هسه إسادة الثقافة الاستعمارية لإسقاط هذه المؤسسة التعليمية. زادت الاعتداءات ودنست قدسية الحرم المدرسي من قبل بعض الأهالي، وفي محاولة الكوادر التدريسية في الحصول على حقوقهم المشروعة قانونيا، فإذا بهم يتعرضون لضغوطات عشائرية ليكون ختامها سحب الشكوى مجبرين. عرضنا إلى اعتداء في ثانوية المسيب، وكانت المشكلة بين 2 من الطلبة خارج المدرسة بسبب عدم وجود شرطي FVS حماية في باب المدرسة، وبعد فض النزاع خارج المدرسة وإدخال أحد طلبتنا إلى المدرسة عند نهاية الدوام، اقتحم المدرسة مجموعة من الشباب ومعهم 2 من النساء يحملون العصي، وحاولوا التعدي على الطالب وضربه، وبعد أن رأينا الحادثة تدخلنا لحماية الطالب، وحاول المعتدون الهجوم علينا والتعرض لنا، لكننا بعد أن قمنا بتقديم شكوى في مركز الشرطة تعرضنا إلى ضغوط من بعض المسؤولين ومن العشائر، وأدى ذلك إلى تنازلنا. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، ولكن اليوم المعلم يقف مستنكرا بسبب الاعتداءات التي تطاله من قبل الطلبة. لبرنامج عين العلم، سجاد الخفاجي، محافظة بابل. أما بالنسبة لموضوع أنه كل أستاذ أو كل معلم يتعرض إلى اعتداء ويقدم شكوى إلى المدرسة كإدارة، والإدارة بدورها ترفع هذه الشكوى إلى مديرية التربية في بابل أو غير بابل، ويتعرضون إلى مضايقات وتدخلات عشائرية، لهنا أنا مشكلة، لأنه أنا ما راح يصير عندي عملية تقويم لهذا الجيل، وبالتالي اللي اعتدى على مدرس راح يعتدي على مدير المدرسة فيما بعد. حتى نتحدث أكثر بالدقائق المتبقية من حلقة هذا اليوم على هذا الموضوع، ينضم معنا عضو لجنة التربية في مجلس محافظة بابل السيد علي جاسم السلطاني. سيد علي، بداية مرحبا بك. شنو سبب الاعتداءات اللي بلشت تزايد اليوم في محافظة بابل حالة حال بقية المحافظات، على الرغم من يعني الحالة الأمنية المستقرة اللي تتمتع بها محافظة بابل؟ أتكلم عن موضوع الاعتداءات على الكوادر التدريسية والتعليمية. تفضل سيد علي. تحياتي لك ولمشاهديك الكرام، وهذا نابع حقيقة من باب التربية والتعليم في البيت. يعني حقيقة اليوم غياب التربية والتعليم داخل التربية داخل البيت هو الذي أدى إلى الاعتداء على المعلم الذي وصف
بالرسول. هذا المعلم الذي أفنى حياته من أجل توصيلنا، توصيل السياسي وتوصيل الدكتور وتوصيل المهندس إلى هذه المراحل المتقدمة. وللأسف الشديد اليوم في عراقنا وفي محافظتنا، نتحدث في محافظة بابل بالخصوص، نرى قد تحصل تجاوزات على الأخوة المعلمين والمدرسين، وذلك الغياب أولا القانون، وكذلك الحماية، الحماية الغير يعني نقول عليها غير مدروسة من قبل القانون العراقي للمدرس أو للمعلم. وحقيقة ما حصل في محافظة بابل وخاصة في متوسطة الأصيل وكذلك متوسطة حلب، ثانوية حلب وكذلك متوسطة شهداء الشوملي، هذا اعتداء يؤشر على أنه هناك مرحلة خطر من قبل الآباء، لأنه الابن إذا كان متربي في عائلته لا يمكن. طيب أستاذ علي، أنا أجي وياك ومتفق وياك، وأنت هم أيضا متفق ويانا بهذا الكلام، يعني التربية تبدأ من البيت، لكن أنا لما يكون عندي خلل بالبيت أقدر أعالجه بالمدرسة، يعني بمعنى أنه لما صير حالة اعتداء على معلم أو مدرس أو مدير مدرسة في يوم من الأيام في مدرسة من المدارس في بابل أو غير بابل، أنا لما أخلي عقوبات صارمة بحق الطالب وبحق ولي الأمر من المستحيل أنه راح تتكرر مثل هكذا حالات. لكن شنو اللي يخلي اليوم الأمور العشائرية تتدخل بأمور التربية والتعليم؟ ضعف القانون، قوة العشيرة وقوة العائلة. اليوم اللي حدث بالعراق، اليوم كل من يتحدث بعشيرته ويتحدث بعائلته وأبنائه لا يتحدث بلغة القانون والعقل والفهم، وهذا ناقوس خطر على اليمن على كل الأجيال. حقيقة اليوم المعلم يعني شنو اللي تريد توصفه؟ وأعتقد مجلس النواب العراقي في المرحلة الأخيرة وخاصة في هذه الأيام قد شرع قوانين سوف تحد من الاعتداء على المعلم والمدرس، رغم أن هناك مجالس معلمين ومجالس مدرسين قد أدت إلى فصل كثير من الطلبة. وأنا يعني أحكي لك بكل صراحة، هذه المدارس اللي ذكرت لك إياها أني تعرضوا الطلاب إلى الفصل والنقل بغير مكانات، وهذا القانون أعتقد راح يكون رادع. ولكن للأسف الشديد المعلم هم توقع عليه مسؤولية اليوم عندما يأتي أهل الضارب، أهل الطالب يعتدي على المعلم، يذهب المعلم ويتنازل المدرس ويتنازل عن حقه، وهذا أنا أعتقد بحد ذاته هو جريمة بحق المعلم. أستاذ علي بأقل من 30 ثانية، يعني برأيك أنه المعلم لما يتنازل بسبب تهديد تلقى؟ لا، أكثرها تأثيرات عشائرية وليس تهديد، تأثيرات عشائرية جانبية. واليوم المعلم حقيقة يعني يكون يوضع حد لهذه التأثيرات الجانبية. التأثيرات الجانبية قد تكون في قضية حاصلة في شارع في بيت كذا، أما في المدرسة فلا يمكن أن نقبل بهذا التجاوز الحاصل على المعلم أو المدرس. شكرا. طيب نعم، السيد علي جاسم السلطاني عضو مجلس بابل في لجنة التربية، كنت معي ضيفا في برنامج عين العلم، شكرا جزيلا لانضمامك لنا. حقيقة ملف جدا شائك وما تكفي حلقة واحدة، لكن إن شاء الله رح نتناوله بقادم الحلقات إذا كانت هنالك فرصة. اليوم كل حالة سلبية تحدث بالمجتمع تتكرر، فهذا يعني أنه هنالك خرق بالقوانين وبعملية تنفيذ هذه القوانين. بديهيا من يصدر التنفيذ بالأحكام والعقوبات حسب القوانين اللي يصدروها هم القضاة، لذلك رح أذكر لكم قصة وباللهجة العراقية حتى توصل لكل الناس. اجى رجال المحل مال دجاج ويا دجاجة مذبوحة يريد يقطعها، طلب منا صاحب المحل انه يتركها ويرجع بعد ساعة ياخذها. اجى قاضي المدينة على صاحب محل الدجاج قال له انطيني دجاجة، قال له والله ما عندي بس هذه الدجاجة وهي الرجال راح وبعد فترة راح يرجع ياخذها. قال القاضي طيب اعطيني اياها، واذا اجاك صاحبها قل له انه الدجاجة طارت، وإذا اعترض خليه يشتكي وانت لا يهمك. القاضي أخذ الدجاجة وراح. إجا صاحب الدجاجة المحل الدجاج حتى ياخذ دجاجته، فقال له صاحب المحل انه هي طارت. تعصب صاحب الدجاجة وقال له انت مجنون، جبت لك اياها وهي مذبوحة، شلون تطير وهي ميتة؟ امشي روح للقاضي حتى هو يحكم بيننا ويظهر الحق. أثناء ذهابهم للقاضي مروا بمسلم ويهودي متعاركين، أراد صاحب محل الدجاج أنه يفصل بينهم
لكن أصبعه بالغلط سبحان الله دخلت بعين اليهودي وفقسها. تجمعوا الناس ولزموا بصاحب محل الدجاج، جروا يم القاضي، وعندما اقتربوا من المحكمة فلت من عندهم وهرب إلى مكان شوية بيعلو، قفز من فوق المكان ووقع على رجال كبير بالعمر وقتله. إجا ابن الرجل ولحق بصاحب محل الدجاج ومسكه هو وباقي الناس وذهبوا به إلى القاضي. من شاف القاضي تذكر حادثة الدجاجة وضحك، هو ما يدري أنه هذا عليه ثلاث قضايا: سرقة الدجاجة وفك سدعان اليهودي وقتل الرجال الكبير بالعمر. من علم القاضي بالقضايا الثلاث إلزم راسه وبدأ يفكر، قال له خلونا ناخذ القضايا واحدة واحدة. صيحوا أول قضية، صيحوا على صاحب الدجاجة، قال له صاحب الدجاجة هذا سرق دجاجتي وانطيته إياه وهي مذبوحة، ويقول إنه هي طارت، شلون صارت هذه سيادة القاضي؟ فقال القاضي أنت تؤمن بالله؟ قال له نعم. قال القاضي يحيي العظام وهي رميم، قوم أنت ما عندك شيء من رجال، جيبوا المدعي الثاني. إجا اليهودي وقال له هذا الرجال فقس عيني. قال القاضي لليهودي العين بالعين والسن بالسن، لكن دية المسلم الأهل الذمة النصف، يعني لازم نفقس عينك الثانية حتى تفقس عين واحدة للمسلم. فاليهودي قال له لا لا، أنا أتنازل عن هذا الادعاء. رد القاضي قال جيبوا القضية الثالثة. إجا ابن الرجال المسن اللي توفى وقال له هذا الرجال قفز على والدي من فوق بناية عالية وقتله. فقال القاضي اذهبوا بالمتهم إلى نفس المكان واصعد أنت فوق نفس البناية واقمز عليه. فقال له شاب لكن يا حضرة القاضي إذا تحرك يمنى أو يسرى يمكن أنه أنا أموت. فقال القاضي والله هذه مو مشكلتي، ليش والدك ما تحرك يمنى ويسرى؟ فقال له شاب ما أريد شيء منه وأنا أتنازل عن الإدعاء عليه. الخلاصة أكو دائما اللي يقدر يخرجك من المشاكل مثل الشعرة من العجين، لكن بشرط عندك دجاجة تنطيها للقاضي. مع احترامنا للقضاة النزيهين، لكن تضيع الحقوق بفساد العدالة. إلى اللقاء.